هل تلغي الحكومة الجديدة الساعة الإضافية؟ عاد جدل الساعة الإضافية ليطفو على السطح من جديد، حيث طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بمراجعة وإلغاء المرسوم المتعلق بهذه الساعة والعودة إلى تطبيق المرسوم الملكي. ووردت المنظمة في بيان توصلت به مصادرنا أن طلبها يعزى لما للساعة الإضافية من آثار سلبية على صحة وحياة المواطنين، وخاصة منهم تلامذة المدارس وأسرهم والعمال والعاملات في القطاع الخاص والموظفون والموظفات الذين يعانون أكثر من نظام للتوقيت غير ملائم مهنيا واجتماعيا وأسريا ونفسيا وصحيا أيضا. وأضاف البيان: ونحن على أبواب فصل الخريف والشتاء التي تعتبر فترة تزداد فيها معاناة الأسر المغربية في التوفيق بين مرافقة أبنائها إلى المدرسة مبكرا وفي جنح الظلام وترتيب حاجياتهم للتمدرس والتغذية، وبين متطلبات الالتحاق بالعمل واحترام أوقاته ومواعيده، وانعكاسات أخرى ذات طابع صحي واجتماعي وأمني.